للإخوان والأخوات أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. هذه الكبسولة على أول مسرحية تعرضت داخل السجن، سجن بولمهارس. هذا اللي غادي نتعرفوا عليه، لكن في البداية فضلا منكم دعموا قناتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد ووضع لايك. هذه المسرحية اللي الاسم ديالها تفضفيضة كانت أول مسرحية مغربية كتدخل سجن بولمهارز في عتبة 8. استطاع الأستاذ السي عبد الله المعاوي من موقعه كمندوب لوزارة الثقافة وباللباقة ديالو المعهودة باش يقنع مدير سجن بولمهارز بعرض مسرحيات تفضفيضة بالباحة ديال السجن المدني بمراكش. وبالفعل كان لقاء تاريخي بين هذا العمل الفرجوي بكوميديا سوداء أن يحقق تفاعل مع سجناء هذه المؤسسة وحراسها وضباطها آنذاك، الشيء اللي دفعهم إلى طلب أخذ صور تذكارية مع الممثلين اللي قنعوا الحضور بأدائهم الجيد. وموضوع انصهر مع معاناة السجناء اللي نشدوا لي طيلة ساعتين. قدمت هذا العمل فرقة الجيل الصعيد، وكان مقدمة الممثلين عبد الإله بن هطار والطفل زريا بن معاوي والحسن أخرزان وناصف محمد وآخرون. وكان انضباط السجناء واللي هما من طبقات مختلفة، منهم مثقفون تفاعلوا مع مشاهد مؤثرة ومعبرة عن معاناتهم اللي كانت كتشهد لحظة تحول في حياتهم الجديدة داخل المعتقل. منهم اللي ما عنده أمل في الخروج وهو كيقضي سنين السجن المؤبد أو كينتظر تنفيذ حكم الإعدام، وكان منهم اللي عنده أمل في معانقة الحرية وكيتمنى بسرعة يندمج في المجتمع اللي أدانوا لجنحة أو لجناية ارتكبها عن غير قصد. هذه الكبسولة عن تدوينة لأستاذنا السي عبد الله المعاوي، أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة جديدة إن شاء الله تعالى، كل التقدير والإحترام. شي داق الحر، شي عبد ما في الشهر، شي داق